السلام عليكم، أنا حسين من أقليبيا، ولاية نابل، عمري 20 عام. نحب نحكي لك كي مشيت نخطب شو صار معناها. مشيت كأيوة الناس نخطب، هزيت أمي معايا، وصلت للدار نزلنا كي قعدنا معناها، جابونا الحلو، جابونا الكازوز، فرحوا بينا. وانتي ما بتعرف العربي ده في كرش وكل شيء. الحاصل تلفتت لي أمها وقالت لي: انا بنتي نحبك تصرف عليها 60 مليون. ترى ليش مش قاب 60 مليون معناها، وانا في جيبي بوكو كريستالو ومكردي مع الحماص نتاع الحومة، 400 فرنك حقها وفيلتر معناها، مش ناكلكم من الاخر معناها. واللي مبهدني اكثر مادة لامي تخطيط، قلت تخطيط تاع الشطرنج، وقتلها ورقة معناها، حتى ما انا فيها التخطيط نتاع الدار كيفاش، قدام الفيلا بيسي تحب، ورا الفيلا معناها جولف، بلاصة نتاع جولف هيك، وتحب وقلت امي لازم يصحح ولدك على اساس انا معرفش مشي نخطب ولا مشي عندي دوار بكالوريا معناها. الحاصل تلفت انا البوا وقلت له: هذه وجه الرشك ب60 مليون. وأمها شدها الصيحة تبدأ تهنى على بنتها وكل شيء معناها هيك، ويحبوا يجيبوا فرقة ب5 بلاين الليلة، ويحبوا صيغة من ذهب الأبيض، ويحبوا يجيبوا معناها، ويحبوا يجيبوا فارس كرم ليلة من عرش قدية الله أعلم هيك، ونعرفش يغسلوني كريستيانو انا جاي باش نخطب باش نشري له الاساس فيراري والحاجات اللي يحبوا عليهم هيك. تلفت لي بوها وقال لي: انا بنتي جو يخطبوا فيها جواريت نتاع كورة ومهندسين وطب، حتى سليم جمعة جاي يخطب فيها هيك. وقلت له: هذه وجه الثعلب هيك. وامي تلفتت لي وامسك قالت لي: يزي هيك في دار الناس ما تعملش لهم ضايع هيك، ومعناها هنا دموعي هبطت وسكت.